أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ أي نعم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم يوضع في القوس، ويوضع في القوس ثم يرمى بواسطة الثقب الذي في، لأن القوس ينقسم إلى وتر وإلى قوس، عصا قوية محنية تجر بقوة حتى تنحني، ويوضع السهم فيها ثم يطلق يخرج الرمية من هذه الثقبة التي في الوتر وتذهب إلى الهدف. الخوارج دخلوا في الإسلام وخرجوا منه بسرعة، خرجوا بسرعة كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعود إليه. نعم.